ومثل ما شايفين هذا المقاول اللي احنا شغالين معه، احنا بنشتغل بالتكييف فقط، هو مقاول شغله نظيف. طبعا تختلف اعمال المقاولين بشكل كبير، يعني احنا بالنسبة لنا كل يوم بنشتغل مع مقاول مختلف، فعمليا بنعرف شو الفرق في جودة العمل في الموقع. طبعا هاي بايبات الغاز اللي احنا مركبينها، حاليا السطح جاهز حتى نعلم قواعد التكييف. طبعا مثل ما احنا دائما نشرح في الكورس التعليمي عندي على القناة على اليوتيوب، انه احنا بنركب هذه السليفات، يعني انا عندي هذا الرايزر، شايفين هذا الرايزر، هذا الرايزر اللي معظم الناس وللأسف عدد كبير من الاستشاريين بيقول لك انه اخي ركب القواعد على الدائر هون، تمام، يعني بيجيك المخطط من عند الاستشاري راسم للمالك القواعد على دائر البناء، وطبعا هي بتكون مكيفات سبلت يونت نفس هذا المشروع اللي عندنا. للأسف اللي بيكون مصمم يعني هاي الطريقة، وطبعا المالك أنا ما بلومه، لأنه المالك بيقول لك أنه هذا مكتب استشاري وعارف شغله، يعني عارف الأمور الفنية. فأنا لما يكون عندي هذا المكيف هون أو هناك أو هون أو هون بالوسط، تمام، أنا هذا المكيف كيف بدي أنقله وأركبه هناك على بعد 7 متر؟ طبعا من بعد ما يشوف المالك مخططات مثلا فيلا ثانية، أو يشوف أنه الاستشاري راسم على المخطط استبع السطح القواعد محطوطات بشكل مرتب على الدائر، هذا بالنسبة له يعني شيء مغري بالنسبة للمالك، ولكن فنيا هذا الأمر خاطئ جدا، والمتضرر الأول من الموضوع هو المالك. يعني أنا لما بدي أسحب هذا البايب، هذا البايب بدي أسحبه ويقول لي ركب لي القاعدة هون، شو اللي بدي يصير فنيا؟ شو اللي بدي يصير؟ اللي بده يصير انه هذا البايب لازم هون تحت السكريت هاي، تحت الصبية هاي الموجودة، بده ينطعج 90 درجة وينمد تحت السكريت، تمام، ويمشي، وبعدين يطلع البايب 90 درجة لفوق ويتركب. طبعا على الواقع يعني هاي الحركة كفائدة للمالك ما في اي فائدة للمالك بالموضوع اطلاقا. انا هذا البعد اللي راح اوصله هون انا راح اخذ ثمنه، يعني انا هون بدي احسب المسافة واقول له للمالك او للمقاول او الشخص المسؤول انه انا بدي مبلغ كذا على اساس زيادة البايبات. طبعا الخلل الفني الاساسي، اول شيء البند هذا الموجود هون، في حال ما كانت البايبات هاي نوعيتها ممتازة والفني اللي بيركب عنده امانة راح يطعج هذا البايب لما يلفه هون، تمام. بعديها احنا راح نعمل الحام بالبايبات هون حتى نوصل نطول البايب. طبعا عملية تطويل البايب او الحام فنيا ما فيها اي اشكالية، الاشكالية الاساسية انه انت لما تلحم ويكون هذا المكان مخفي وانت ما بتقدر يوما ما ترجع تكشف على هذا البايب، هي هاي الاشكالية اللي بتصير. يعني انا هون هذا البايب الموجود عندي هون بدي انيمه هون اعمل الحام، هذا الحام بده يكون متهون، بعدين هم راح يحطوا عليه
عزل او يحطوا عليه سكريت او يصبوا عليه. فعمليا هاي الوصلة هون صار فيها توصيل الحام وصارت مخفية عن الفني، في يوم ما ما بيقدر يرجع يكشف عليها اطلاقا. تمام، يعني انا الموضوع اللي انا بدي اكد عليه انه هاي العملية هي العملية الصحيحة، واي شخص او اي مقاول او اي استشاري او مهما كان الشخص اللي انت بتتعامل معه يقول لك انا بسحب لك البايب وبرتب لك اياهم هون على اساس انه يصير عندك منظر حلو، هذا الشيء انت كمالك بيضرك قبل ما يضرني وقبل ما يضر اي شخص. تمام، فانا نصيحتي لاخوتي واهلي الملاك اللي احنا بنشتغل معاهم، طبعا الملاك اللي احنا بنشتغل في مشاريعهم بنقنعهم بهذا الشيء وبنشوف مع بعض، طبعا عندنا مواقع ثانية مشغولة شفناها وصورنا لهم المشاكل اللي بتصير لاحقا بهذا الموضوع. لذلك هذا بايب الغاز اللي شايفينه امامكم، هذا البايب نازل من هون شايفين، انا مركب هون سليف، هذا سليف شايفين السليف، هذا البلاستيك، هذا انا مركبه في الصبية ونازل حتى يصل الى الوحدة الداخلية. تمام، يعني هذا بايب الغاز انا لافه هون طبعا بتيب رغم ما يتم تركيب الوحدات الخارجية. هذا البايب 3، هذا البايب في اي وقت انا حبيت ابدله حتى لو كان المكيف راكب حتى لو كان المالك ساكن، انا بكل بساطة بسحب البايب وبنزل البايب بدون ما يكون في عندي اي تكسير. تمام، بينما لما انا بدي اشتغل، لما تيجي انت على مواقع جاهزه، على سبيل المثال احنا هذا الموقع مثلا مؤسسينه من البدايه، يعني ماشيين مع المقاول خطوه خطوه، عم نركب سليفات بالطابق الارضي، بنركب سليفات بالطابق الاول، واحنا طالعين الامور تحت السيطره. المشكله الاساسيه انه انت بتيجي على مشروع مبني جاهز ما في تاسيس لهي السليفات الموجوده امامي هون، ما في اي اعمال، بقول لك تعال طبعا ركب بايبات الغاز، فانت بتقول له من وين انا بدي اركب بايبات الغاز، بقول لك في رايزر، الرايزر هذا يعني اللي هو المجرى هذا اللي موجود هون، تمام، بتكون منه طالعه اللي هي بايبات الصرف، بقول لك دخل بايبات الغاز مع بايبات الصرف ضمن هذا الرايزر وبعدين انت دخلها جوا الغرف ومشيها بالعرض ودخلها من الغرف ودخلها من الحمامات لحتى توصل لعند مكان تركيب الوحدة الداخلية. طبعا يعني هذا العمل أنا للأسف هذا واقع موجود في عدد كبير من المشاريع، يعني أنا هون عندي لما يكون مثل هذا الرايزر أنا بدي أدخل منه البايب، بغض النظر أنه في سبيس أنا أصلا أدخل منه البايب، تدخيل البايب ضمن هذا الرايزر مع بايبات الصرف أو المجاري الموجودة يعني بنسبة 90% إلا ما رحم ربي لما يكون العامل اللي بيشتغل عنده أمانة عالية، البايب رح يتعرض لمشاكل طبعا خلال عملية التركيب. تمام، غير هذا الشيء في حال حتى نزلت انت البايب من هون مع هاي البايبات من برا، تمام، انت بعدين بدك تخترق هذا الجدار حتى تطلع منه مثل هون شايفين، بدك تخترق هذا الجدار لحتى تطلع منه وبعدين تمشي طبعا جوا الغرف جوا الحمامات حتى توصل لهون لعند مكان، هذا مكان تركيب المكيف شايفين، وهناك راح يكون نازل البايب. بينما هون انا عندي هذا البايب شايفينه، هذا البايب نازل مباشره ستريت ضمن هذا السليف البلاستيكي شايفينه، تمام، حتى يصل الى الوحده الداخليه. فعمليا انا هذا البايب في حال انا حركته حاليا هيك بيتحرك تحت، يعني البايب فري ضمن سليف بشكل مستقل، تمام، وباي وقت انت بصير عندك اي اشكاليات خلال نص ساعه بتسحب البايب وبتركب بايب جديد. فانا نصيحتي للجميع يعني كل شيء، كل عمل له فنياته، كل عمل له طرق تنفيذ، يعني الموضوع مش موضوع عشوائي، الموضوع مش عملية
تعال انا بركب لك وخلص. وموضوع التسعير ايضا الإشكالية إنه أنا مثلا بعطي سعر لهذا المالك على سبيل المثال 50,000، بيجي واحد بيعطيه 40,000، فهو بيسترخص الشركة، فللأسف بيغشوا ببايب الغاز، نوعية بايب الغاز، العزل، عمليات التوصيل بيكون فيها مشاكل. يعني إذا المالك صار معه مشكلة في مكيف واحد ضمن المشروع بيكره المشروع كله. يعني إحنا بفضل الله وبتوفيقه، أنا متابع نفسي، أنا كمهندس تكييف متابع عملي بشكل مباشر، والأعمال اللي عندي الحمد لله أمينة، ومع ذلك بتصير معنا أخطاء. يعني بنحاول نشتغل كل شغلنا بأمانة كاملة ومع ذلك بتصير معنا أخطاء، فما بالك بالناس اللي هي يعني ناوي تغش أو ناوي توفر في أعمالها. شوفوا هون التأسيس الصحيح اللي موجود معي، أنا هذا في عندي سليف، شايفينه؟ هذا بايب بلاستيك، احنا بنسميه سليف، احنا شرحنا في الكورس هذا الامر، تمام. وعندنا هون بايبين، شايفين هون في عندي بايبين كهرباء، هون عندي بايبين شايفينهم، هون واضحات اكثر. شوف كيف الترتيب حتى الناس تشوف الفرق بالاعمال. يعني هون المقاول كمقاول بناء شغله ممتاز، شغله نظيف، احنا الحمد لله شغلنا نظيف بعون الله. الكهربائي اللي جايبه متعاقد معه المقاول الرئيسي ايضا شغله نظيف. شوف يعني انا هون جنب السليف، شوفي هون شايفين هذول البايبين، هذول البايبين كهرباء، واحد نازل مباشرة لعند الوحدة الداخلية، لعند السويتش، الوحدة الداخلية، السويتش اللي بيكون بشغل المكيف الداخلي، هذا نازل مباشرة لتحت. يعني أنا أسلاك الكهرباء بنزلها الكهربائي من هون، بتنزل مباشرة على السويتش ضمن هذا السليف، ما بتنزل مع باب الغاز، ما بتنزل مع باب الغاز هون، بتنزل من هون مباشرة لعند الوحدة الداخلية. لا سمح الله صار أي شورت، صار أي شيء، موضوع بسيط، تسحب الويرات وتنزل ويرات جديدة. أيضا الشيء المهم، هذا البايب شايفينه، هذا البايب الثاني، هذا بايب الايزوليتر اللي هو التغذية الكهربائية الرئيسية اللي بتيجي من القاطع الرئيسي، تمام. شوف وين مركبه، مركبه تاتش مع، هو جايبه من هون، تمام، وموديه وين؟ على المجمع الرئيسي او على بريكر الرئيسي، شايفين؟ فهو هون حاليا بيجي مباشرة بيسحب هاي البايب الويرات، التغذية الكهربائية بتكون مباشرة جاية جنب الوحدة الخارجية. اللهم احنا منوصل، هو بركب الايزوليتر هون راح يعمل له قاعدة، احنا منركب مباشرة 50 سنتي بالكثير متر ما بين الايزوليتر والوحدة الخارجية، تمام. وايضا مركب هذا البايب، تنزل ثلاث ويرات السبلاي اللي راح تكون من الوحدة الخارجية على الداخلية مباشرة من الوحدة الخارجية على السويتش. طبعا هذا الاجراء 99% من الكهربائيين ما بيقوموا فيه. شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه انت بتيجي بتلاقي هذا الكهربائي مش مركب البايب المستقل اللي بينزل على السويتش، بيقول لك نزل ويرات الكهرباء، معليش نزلهم مع بايب النحاس، تمام. الشيء الثاني انه هون بكون عندك الايزوليتر الوحده الخارجيه، بكون مركب لك اياه مثلا هناك، مركبه على البرابت، وبعدين بده يسحب لك وير كهرباء من هناك لهون، مسافة مثلا أحيانا في عندي مواقع كهربائي مسافة 10 متر. ليش؟ شو السبب؟ يعني شو الفكرة أنه الكهربائي يشتغل بهذه الطريقة؟ ليش؟ إحنا طبعا هذا الكهربائي لا تكلمنا معه ولا إحنا يعني شرطنا على المقاول أنه يشتغل بهذه الطريقة لحاله. الكهربائي شايفين كل بايب في جنبه بايبين كهرباء مباشرة. أنا حاليا شو جاي اليوم أساوي؟ إحنا جايين نعلم القواعد اللي راح تركب عليها الوحدات الخارجية. طبعا أيضا عملية تعليم القواعد وأماكن تركيب القواعد أيضا له فنية معينة راح نشوفها مع بعض. طبعا أنا ممكن أوقف البث لأنه في عندي تصوير، بصور فيديوهات تعليمية بننزلها عندنا على القناة عندي على اليوتيوب، بس أنا راح أشرح لكم يعني أحد البايبات حتى يعني اللي موجودين معنا على البث او اللي مهتمين بالموضوع يشوفوا هذا الشيء.
طبعا مثل ما شايفين موضوع التأسيس اهم شيء بالعمل. يعني انا هذا عندي هذا البايب، هذا البايب جايب عندي من البربت، هاي البربت اللي هو الجدار من الصايد. عملية حماية البايب احنا دائما بنأكد على انه بايب الغاز هو اهم عنصر في نجاح العمل في التكييف. شايفين انا هنا مركب وصلة وقلبه كوع بلاستيكي وبعدين طالع منه بايب الغاز، على اساس انه انا احمي، هون راح يسكر هاي الفتحة المقاول، انه انا احمي بايب الغاز من انه يجي عليه كونكريت او العمال يكسروه اللي بيشتغلوا. تمام، يعني حتى هون شايفين مركب بايبين، هاي واحد وهاي واحد، مباشرة الايزوليتر راح يركبه هون على الجدار. تمام، والقاعدة راح تكون هون مباشرة. فانا هون على سبيل المثال في حال كان عندي البايب على البربت او على الداير هون، فعمليا القاعدة راح تكون بجانب البربت الموجود معي، فعمليا احنا راح نبعد عن هذا البربت الموجود اقل شيء 40 سنتيمتر، ومن بعدها نعلم له القاعدة. طيب بالنسبة لمكان او جهة تركيب القاعدة، يعني انا عندي هذا البايب، وين بركب القاعدة؟ بركبها مثلا على اليمين، بركبها على اليسار. تمام، الشيء اللي احنا بدنا نعرفه انه المكيف او الوحدة الخارجية، على سبيل المثال انا عندي هون موجودة، هاي انا على سبيل المثال عندي هاي الكرتونة، هاي الكرتونة عندي هون، وهذا بايب الغاز. تمام، هاي انا راح اعلم مثلا القاعدة في هذا المكان. المكيف وانت واقف امامه هيك، الوحدة الخارجية راح تكون امامك هون، راح يكون طبعا دفع الهواء باتجاهي انا، يعني راح يكون دفع الهواء من هناك باتجاه هون، يعني خلفية الوحدة الخارجية راح تكون بالجهة الخلفية من العكس. تمام، دائما لما تكون انت واقف امام المكيف او الوحدة الخارجية تكون الكونكشن او التوصيل على اليمين، يعني انا بدي اعتبر انه هاي قاعدة الوحدة الخارجية، والوحدة الخارجية ركبتها هون انا، التوصيل بيكون دائما على اليمين لما يكون المكيف امامك. تمام، التوصيل بيكون على اليمين. فانا شو اللي بده يصير في حال انا علمت القاعده هون؟ اللي بده يصير انه انا بهذا البايب بدي الفه من وراء الكرتونه هاي هالشكل حتى اجيه لمكان الكونكشن هذا الموجود. تمام، يعني بدي انا هون اعمل بند لهذا البايب، بعدين وقت اركب واحط هون الوحده الخارجيه اعمل توصيل. طيب في عندي خيار ثاني، انه انا هاي الكرتونه او هاي القاعده هون انا ما في داعي، اذا في عندي مجال اركبها بالمكان الصحيح انا بركبها بالجهه الثانيه هون، هون بركبها، بدل ما اركبها هون على يمين البايب والف البايب بهاي الطريقه انا بركبها هون، بيكون الكونكشن هون موجود عندي مباشره، بس هون العامل بنزل البايب وبيعمل له كونكشن مباشره، ما بيعمل له بند ولا بيعمل له لف ولا بيعمل له شيء. طبعا البايب عندي هون طويل او كافي، ممكن احيانا يكون البايب قصير يا دوب يكفي للتوصيل المباشر هون. فبينما انا اذا ركبته هون على الجهه اليمينيه بدي اضطر انا اعمل ايضا مره اخرى عمليه الحام وتوصيل، واحيانا ممكن يقصر معاي شو الوير السيجنال اللي موجود مع بايب الغاز اللي هو راح يعمل او يودي الاشاره للوحده الخارجيه للوحده الداخليه للخارجيه. تمام، فعمليا انا هون يعني مكان تركيب القاعده او الوحده الخارجيه ايضا له اصول وله طريقه، مش بشكل عشوائي. لذلك هون كمان احنا بدنا نبعد ما بين هذا البربت وما بين هاي القاعده على اقل تقدير 40 سنتي 50 سنتي، ما في عندنا اي اشكاليه. طبعا في حال كان عندي البايب في الوسط مثل هون، يعني هذا البايب شايفينه أنا هون في وسط الجدار، فعمليا أنا بقدر أركب هاي القاعدة على الأربع جهات، ما عندي أي مشكلة. يعني أنا هون إذا رجعت لورا شايفين هذا البايب، هذا البايب جاي بوسط الجدار، فعمليا أنا بقدر أركبها على الأربع جهات. المهم أنه أنا لما أركبها بدي أحدد جهة يعني الوحدة الخارجية وين بدها تكون تدفع الهواء باتجاهي. تمام، يعني أنا هذا البايب في حال بدي أركب أنا القاعدة هون، تمام، بيمشي الحال مباشرة، هذا البايب بيعمل له العامل بند لهون وبركبه. في حال أنا بدي أركبه هون هيك بهاش الطريقة، هاي بألف هيك، إذا بدي أركبه بهاي الطريقة شايفين هون التوصيل قلنا على اليمين،
بده يصير في عندي لفة البايب، فما أنا ما يعني الطريقة هاي بتكون خاطئة يعني. تمام، أنا إذا بدي ركبه هون بيمشي الحال بهاي الطريقة، لأنه الكونكشن دائما بيكون على اليمين، فمباشرة العامل بيوصله. بدي أركبها بهاي الطريقة أيضا بحيث الهواء يدفع باتجاهي، أيضا بقدر أنا هون هذا البايب مباشرة بتكون الكونكشن تبع الوحدة الخارجية على جهة اليمين. فلذلك أنا هون راح أعلم طبعا بهذه الوحدة الموجودة معنا، يعني أنا هون عندي هاي هذا بايب الغاز. أنا هون شايف أنه مثلا في حال أنا هون عندي مثلا جهة جهة الغرب جاي من عندي من هناك مثلا، أنا ما بدي المكيف في حال كان عندي أنا حرية أني أحط القاعدة بأي مكان أنا بدي إياه، فأنا ما بنصح أنه يكون هون عندي المكيف سواء يدفع باتجاه الغرب أو يدفع أو يكون بالعكس. تمام، على أساس أنه الأمطار والهواء بيكون جاي عادة من جهة الغرب. فإذا عندي أنا إمكانية أنه أنا القاعدة تكون باتجاه الشمال وباتجاه حي الشباب تكون باتجاه لا بس بس مباشرة هذا اي والله تكون باتجاه هون، فهذا المقاول النظيف اللي بنحكي لكم عنه شايفين، هذا المهندس ابراهيم كيف حالك؟ شو اخبارك ابو حمزه؟ هذا المقاول الله يسلمك اللي احنا بنقول عنه الشغل النظيف شايفين، الشغل اللي بتكلم انظف الله يبارك فيك ان شاء الله. الشغل النظيف واضح ما في داعي الواحد يتكلم، يعني كهربائي مثل ما قلت لكم انا الكهربائيين احنا بنعمل معارك معاهم حتى يشتغلوا هذا الشغل وما بيشتغلوا. هذا الرجال احنا لا قلنا له الكهربائي يشتغل بهاي الطريقه نهائيا، كل شغلهم بهاي الطريقه. تمام، شغل نظيف ومرتب وكله طبعا يصب في مصلحه المالك بالنهايه. فلذلك انتم يعني موضوع اختيار المقاول موضوع مهم جدا. فلذلك احنا هون هاي القاعدة راح نخلي هاي القاعدة بهذا الشكل، تمام، بحيث انها تدفع الهواء باتجاه الجنوب والباك راح يكون باتجاه الشمال. فاحنا راح نبعد عن هذا البايب، هذا السليف الموجود معي، بنبعد 20 سنتي من هون، تمام، ومنركب القاعدة بهاي الطريقة. انا بتكون عندي هاي زاوية، بتكون عندي الزاوية الثانية، وطبعا هون بيكون تقريبا طول القاعدة الموجودة معي شايفين، هاي عندي هون القاعدة بهاي الطريقة. هاي احنا بهاي الطريقة بنعلم للمقاول، هاي البايب عندي هون مباشرة الكونكشن بيكون بهاي الجهة، تمام، مباشرة بايب الغاز بيركب هون. طبعا ابعادها هون احنا بنركب له على القاعدة وهو بيعمل كل القواعد بنفس الطول، يعني انا هون عندي تقريبا بيكون متر وعشرين ضرب خمسين كل القواعد، تمام، بهاي الطريقة. وجميع البايبات طبعا بتكون موصلة بهاي الطريقة. احنا راح نتوقف بالبث لانه بدي اصور انا فيديوهات وننزلها عندنا على القناة على اليوتيوب، بس حبينا احنا مع بعض نشوف يعني نعمل بث ان شاء الله، نعمل من خلال المواقع الاخرى ان شاء الله بثوث اذا الله قدرنا. يعطيكم العافية.